هناك حالة عجز تمر بها الأحزاب الكبرى في تونس وتمر بها أيضا منظمات المجتمع المدني. الرئيس حتى الآن يرفض مقابلتهم وربما واجهوا منه يعني كثيرا من الرفض لهم، وأيضا هم في حالة عجز ولم يقدموا على أي خطوة، لديهم ضبابية. هل هذا يسهل الطريق أمام سعيد أم يعني ربما يربك المشهد؟ المشهد يربكهم الآن، كانوا يربكون المشهد، هذه الأحزاب كانت تربك كل مشهد، كانت تربك كل مشهد لأنها تأخذ المقود بين يديها، تأخذ الحكومة بين يديها، تأسر الإدارة بين يديها. اليوم عندما جاءت التدابير الاستثنائية وجدت هذه الأحزاب نفسها لا تستطيع أن تتقدم ولا تمضي قدما في ماذا تريد، لأنها أولا الصفة الشعبية نزعت عنها من خلال الشعب الذي صبر صبر صبر، ولكنه في يوم من الأيام يوم 25 جويلية كان قد انفجر ضد هذه الأحزاب، وبالتالي لم تعد تجد الآن أي حزب يخرج إلى الجماهير ويجتمع، رغم أن الجائحة لا ليست الجائحة هي المانع، ولكن هذه الأحزاب التي أذت المشهد، اليوم المشهد هو الذي يؤذيها ويحاسبها. الآن هناك ملفات مفتوحة عند القضاء، وأقول القضاء هنا لأن رئيس الجمهورية من ضمن التدابير الاستثنائية أنه أخذ لنفسه رئاسة النيابة العمومية. ما معنى هذا؟ أن النيابة العمومية في الوزارة، وزارة العدل، هي التي تثير الدعوات وهي التي تسرع في الدعوات إلى آخره، الحالة للمحاكم، ولكن هذا سار ببطء. اليوم عندما أخذ الرئيس هذه المسألة على عاتقه، ننتظر الأيام القادمة أنه سيسرع في الملفات وله الحق في ذلك. الملف الذي يكون ستكون التحقيقات فيه لعامين أو ثلاثة أو خمسة سوف يختصر الأجال، وله الحق في ذلك، يختصر الأجال من أجل المحاسبة. هذه الأحزاب سيدتي أيضا نجدها موجودة في أذية المشهد وأذية الشعب التونسي، وهي لا تلتفت إليه في هذا الوضع الاقتصادي الهش، في هذا الوضع الاجتماعي أيضا، وكذلك في الوضع الصحي، ولكنها تتناقش تحت قبة البرلمان بكل وقاحة بين الظفرين، وأعتذر على هذه الكلمة، المناكفات حول من يسيطر على تونس ومن يبيع سلعه من تونس ومن ينهب تونس لفائدة الآخرين.